بسم الله الرحمن الرحيم. إنها دعوة مهيبة، دعوة من الله جل جلاله لسكنى دار الخلد وجنة المأوى. فتعالوا تعالوا نحرك الأرواح بذكر بلاد الأفراح. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا أهل الجنة سلام عليكم، تحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. إنها الجنة يا عباد الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. إنها الجنة يا عباد الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. إنها الجنة يا عباد الله. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. رياضها مجمع المتحابين وحدائقها نزهة المشتاقين. الجنة عرش الرحمن سقفها، والمسك والزعفران تربتها، واللؤلؤ والياقوت والجوهر حصباؤها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قصر مشيد، أنوار تتلألأ، وسندس واستبرق، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قطوفها دانية للآكلين وطعمها لذة للطاعمين. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. تتوالى عليهم المسرات والخيرات والإحسان. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يا أهل الجنة إن ربكم يستزيغكم فحي على الزيارة. إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة. أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره. فلولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. إنها الجنة يا عباد الله. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان، المهر قبل الموت ذو إمكان. اجتهد، لقد سبق السابقون وفاز الفائزون وتأخر عنها الغافلون النائمون. القادسية تصحبكم مع بلاد الأفراح لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد والشيخ حسين الثقفي. إن الحديث عن النعيم المقيم والإيمان الراسخ بالنزل الكريم من الغفور الرحيم هو سلوة الأحزان وحياة القلوب وحاد النفوس ومهيجها إلى ابتغاء القرب من ربها ومولاها. الحديث عباد الله عن الجنة والرضوان لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس. فلنتأمل قليلا في هذا الحديث العظيم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وليسرح الفكر في شيء من نعيم الجنة من خلال كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، راجيا من الله جل جلاله أن يكون محفزا للمزيد من العمل والإخلاص. كما أسأله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة بفضله وكرمه لا بأعمالنا وعباداتنا القاصرة الضعيفة. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً.
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم بأن للجنة ثمانية أبواب، كل باب منها مخصص لصنف من المؤمنين يدعون للدخول فيه. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أبوابها حق ثمانية أتت في النص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. وأما عن طعام أهل الجنة وشرابهم، فاعلموا أن الناس في الجنة يأكلون ويشربون مما تشتهيه أنفسهم، كما قال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وهم في تحصيل أكلهم وشرابهم لا يتعبون ولا ينصبون، بل يأتيهم رزقهم وهم جالسون مستريحون. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال سبحانه: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولأهل الجنة عباد الله خدم لا يؤثر فيهم الزمن ولا تغيرهم السنون، فهم مخلدون في سن الصبا والوضاءة كأنهم اللؤلؤ المنثور، يطوفون عليهم بأكواب من فضة يملؤونها من عيون الجنة الصافية الطيبة، كما قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون، ولا يتمخطون، ولا يبولون،
ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. وعن معاوية جد بهز بن حكيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ثم تنشق الأنهار بعد. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ونظير هذا من القرآن قول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. قال ابن القيم رحمه الله: وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكهم شتى بحسب مناهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان، وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور، ذاك شراب ذي الإحسان، مزج الشراب لهم كما مزجوهم أعمال ذاك المزج بالميزان. وأما ملابس أهل الجنة فقد قال الله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر، وذكر بعده حليهم فقال: وحلوا أساور من فضة. وفي سورة فاطر يقول جل وعلا: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقال في الآية الأخرى: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. وقال عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وأما نساء أهل الجنة فاعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين بزوجات في الجنة باهرات الجمال حسنات الخلق. قال الله تعالى: فيهن خيرات حسان. فالله سبحانه وتعالى قد وصفهن بالحسن، وإذا وصف خالق الحسن شيئا بالحسن فتصور كيف يكون. ففي الجنة أزواج مطهرة خيرات حسان الوجوه، جمعنا الجمال الباطن والظاهر من جميع الوجوه، في الخيام مقصورات وللطرف قاصرات، تقصر عن حسنهن عيون الواصفين، عربا أترابا لأصحاب اليمين، لا يفنى شبابها ولا يبلى جمالها، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا وعطرا وشذا، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما في النجوم من ضياء، حور عين راضيات لا يسخطن أبدا، ناعمات لا يبأسن أبدا، خالدات لا يزلن أبدا. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينها، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ورشحهم المسك، ومجامرهم العلوة، والعلوة هو عود الطيب، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. متفق عليه. إنها الجنة يا عباد الله، إنها الجنة يا عباد الله، رياضها مجمع المتحابين، وحدائقها نزهة المشتاقين، وخيامها اللؤلؤية على شواطئ أنهارها بهجة للناظرين، عرش الرحمن سقفها، والمسك والزعفران تربتها، واللؤلؤ والياقوت والجوهر حصباؤها، والذهب والفضة لبناتها، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، عاليات الدرجات في عاليات المقامات، بهيجة المتاع، قصر مشيد، وأنوار تتلألأ، وسندس واستبرق، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، هم فيها على الأرائك متكئون، ظلها ممدود وطيرها غير محدود، فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، قطوفها دانية للآكلين، وطعمها لذة للطاعمين، قد ذللت قطوفها تذليلا، يناديهم المنادي: لكم النعيم سرمدا، تحيون ولا تموتون أبدا، وتصحون ولا تمرضون أبدا، وتشبون ولا تهرمون أبدا، وتنعمون ولا تبأسون أبدا، يحل عليكم رضوان ربكم فلا يسخط عليكم أبدا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة الذين هم أهله وخاصته. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنها دعوة مهيبة ورسالة كريمة إلى حيث الراحة والإطمئنان والأمن والإيمان والروح والريحان، دعوة من الله جل جلاله لسكنى دار الخلد وجنة المأوى. صحتك فيها لا تقل ولا تفنى، وثيابك فيها لا تبلى، ووجهك فيها كالنجم في السماء أو هو أصفى، وسنك في الثلاثة والثلاثين لا يتعدى، والجمال والكمال عليك فيها قد استولى. حياتك فيها حياة رضية، وعيشك فيها سعادة أبدية، وأوقاتك فيها أوقات هنية. إنها دعوة تطير النفس في أجوائها، وتحلق الروح في سمائها، ويستروح القلب في قسماتها. أيها المسلمون، إنما ذكر ما هو إلا جزء يسير من نعيم الجنة، والتي لا نستطيع بل يستحيل أن نقدر قدرها، وكيف يقدر قدر دار غرسها الرحمن بيده وجعلها مقرا لأحبائه، وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير. ولهذا كانت الجنة قرة عيون المحبين، ومحط أشواق قلوب العارفين، أسهروا ليلهم في سبيلها، وأضمأوا نهارهم من أجلها، وبذلوا كل غال ونفيس مهرا لها، وعربونا لدخولها. فالطريق إذن إلى هذه الجنة يحتاج إلى زاد من التقوى،
وعمل متواصل من الخير، وجهد مبذول في سبيل الدين، وجهاد دؤوب للشيطان، وعراك مستمر مع النفس والهوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. فاجتهد يا أخي المسلم، اجتهد، لقد سبق السابقون وفاز الفائزون، وتأخر عنها الغافلون النائمون. شيء من العمل يصحبه إخلاص وتقوى مع توفيق الله عز وجل ورحمته ومغفرته، تكون من أهل نعيم سرمدي لا ينقطع، وتدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن سألت عن أرضها فتربتها هي المسك والزعفران، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وإن سألت عن شرابهم فهو التسنيم والزنجبيل والكافور. وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر. وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. وإن سألت عن أشجارها فشجر الجنة ساقها من ذهب وفضة. وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسروره وقصوره وبساتينه 2000 عام. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من جملة الخيام. وإن سألت عن علالها وقصورها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة مزررة بأزرار الذهب. وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى من سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما سماع خطاب رب العالمين. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب أنشأها الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان. وإن سألت عن حليهم وشاراتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، فكما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر بذلك الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك
فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم، وحاشاهم أن يكون فيهم دني، جلس أدناهم على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. فيا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فهم في روضات الجنة يتقلبون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون، وبالحور العين يتمتعون، وبأنواع الثمار يتفكهون. أيها الأخ الحبيب، هؤلاء هم أصحاب الجنة، هؤلاء هم أصحاب الحسنى وزيادة. هل تريد أن تكون منهم؟ هل تريد أن تعرف أوصافهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يصلون بالليل والناس نيام، يصومون وغيرهم يأكل، وينفقون وغيرهم يبخل، ويقاتلون وغيرهم يتقاعس ويجبن. أولئك هم عباد الله، حفظوا وصية الله ورعوا عهده. هل تريد أن تكون منهم يا عبد الله؟ إنهم بربهم يؤمنون، وبربهم لا يشركون، وهم من خشيته مشفقون. استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وأنفقوا سرا وعلانية في السراء والضراء، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. هل تريد أن تكون منهم يا عبد الله؟ إنهم عن اللغو معرضون، وللزكاة فاعلون، ولفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأماناتهم وعهدهم راعون. طالما تعبت أجسادهم من الجوع والسهر، واستعدوا من الزاد بما يكفي لطويل السفر، كثر استغفارهم فحطت خطاياهم، وكلما طلبوا من ربهم أعطاهم، فسبحان من اختارهم واصطفاهم.
إنهم عباد الله المخلصون، فيهم الشهيد المحتسب والعفيف المتعفف والضعيف المتواضع ذو الطمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أقوام يقطرون نزاهة، أفئدتهم مثل أفئدة الطير، فيهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، متحابون في جلال الله، فيهم صاحب القرآن يقرأ ويرتل ويرتقي، وفيهم تارك المراء ولو كان محقا، وتارك الكذب ولو كان مازحا، فيهم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جنة ربي لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، عيون تبكي من خشية الله وعيون تحرس في سبيل الله، يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أيها المسلمون، هذه هي الجنة وهذا هو سبيلها، فهل رأيتم أشد غبنا ممن يبيع الجنان العالية بحياة أشبه بأضغاث أحلام، يبيع الفردوس بدنيا قصيرة وأحوال زهيدة مشوبة بالنقص ممزوجة بالغصص، حياة حقيرة إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت أياما أحزنت دهورا، أي سفه وأي عته ممن يبيع مساكن طيبة في جنات عدن بأعطان ضيقة وخراب بور، فيا حسرة هذا المتخلف حين يعاين كرامة الله لأوليائه وما أخفى لهم من قرة أعين، فلسوف يعلم أي بضاعة أضاع، فاتقوا الله رحمكم الله، وبادروا وشمروا واعملوا وأحسنوا وأبشروا أيها المؤمنون الموحدون. لقد نودي على الجنة في سوق الكساد، فما قلب السلعة ولا سام إلا أفراد من العباد، فوا عجبا لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قرر المشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صرفت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. فإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم، فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إنها الجنة يا عباد الله، فتعالوا
تعالوا نحرك الأرواح بذكر بلاد الأفراح، لعل الحديث عن الجنة والتلذذ بذكرها يكون حافزاً على الصدق في طلبها والرغبة فيها، رجاءً أن نكون ممن يقال لهم يوم العرض الأكبر على الله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. الجنة تلك الغاية والأمنية التي كانت في قلوب السلف شعلة تحركهم لضرب أعلى الأمثلة في الاستجابة لله ولرسوله والولاء لدينه والمسارعة لمرضاته. ولهذا أنهض المصطفى صلى الله عليه وسلم الجيش في بدر حين أعلن فيهم قائلا: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إنه لم يعدهم بمنصب أو مال، وإنما وعدهم بالجنة وكفى، فأصبحوا كأنهم يرونها رأي العين، فهانت الدنيا في أعينهم حتى رمى أحدهم تمرات كانت في يده وهو يقول: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل تلك التمرات. وآخر يستبشر حين طعن في الجهاد ويقول: فزت ورب الكعبة. وكانت الجنة حذاء جعفر ابن أبي طالب وهو يقود جيش مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة في 3000 يواجه 200,000 من النصارى، فينشد ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. فيقتل ليعلو إلى الجنة بجناحين يطير بهما في الجنة، فيستلم الراية بعده عبد الله بن رواحة فيرتجز وقد شاهد الموت: أقسمت يا نفس لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. فيلحق بصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين، عزت دار الفردوس من دار، دار وجنات تبلغ النفوس فيها مناها، غرف من فوقها غرف مبنية طابت بالأنوار منازلها، سبحان من سواها، الرحمن غرسها بيده وجعلها مستقرا لرحمته، فهي الفوز العظيم والملك الكبير والنعيم المقيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وما نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة إلا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. تأمل فيما يعلق في إصبعك من ماء البحر، فهذا نعيم الدنيا الزائل بالنسبة لما يبقى في البحار والمحيطات من الماء، فهذا مثل نعيم الجنة. فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. إنما جاء في وصف الجنة في الكتاب والسنة هو من العظمة بما لا تحيط بحقيقته وكيفيته العقول. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجنة واسعة الأرجاء، عظيمة البناء، كثيرة الدرجات، يقول عنها من خلقها وهو أعلم بها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. الجنة عظيمة الأبواب
أبوابها ثمانية، ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة. الجنة غرف من فوقها غرف مبنية، غرفاتها من أصناف الجواهر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأغفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران والمسك، بها قباب وخيام عظيمة من اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. رياضها مجمع المتحابين، وحدائقها نزهة المشتاقين، وسقفها عرش رب العالمين، قصر مشيد، أنوار تتلألأ، وسندس واستبرق، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. هم فيها على الأرائك متكئون، وعلى السرر متقابلون، يتجاذبون أطراف الحديث، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ظل ممدود ونعيم غير محدود، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، أكلها دائم لا ينقطع، وظلها دائم لا ينحسر، يتنعمون طول الوقت فلا ينامون ولا يحتاجون إلى النوم. ثمارها ألين من الزبد وأحلى من العسل، قطوفها دانية للآكلين، وشرابها لذة للشاربين. الأشجار لهم مطيعة متذللة، وذللت قطوفها تذليلا. تدنو الثمار إليهم متى شاء بلا تعب، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. يعطى أحدهم قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع، وليس الأكل والشرب لدفع جوع أو ظمأ، وإنما للتلذذ والتفكه. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وليس في الجنة أذى، لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، تكون حاجة أحدهم جشاء كرشح المسك. المتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا، فيقدمون قدوم الأضياف الكرام، يناديهم الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يعرفون منازلهم كما يعرفون بيوتهم في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تستقبلهم الملائكة الكرام مهنئين إياهم بسلامة الوصول وطيب المقام. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. فإذا دخلها المؤمنون قالوا: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يجيئهم هذا النداء الجميل، ونودوا
أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أول زمرة منهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري. يدخل أهل الجنة الجنة على صورة أبيهم آدم، طول الواحد منهم 60 ذراعا، لا تباغض بينهم، قلوبهم على قلب رجل واحد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. المنادي يناديهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يحل عليهم الرب رضوانه فلا يسخط أبدا، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. هذا وصف الخدم، فكيف بالمخدومين؟ يجتمعون في ظلها الظليل، يتنازعون فيها كؤوس الرحيق المختوم، ويشربون من التسليم والسلسبيل. تتوالى عليهم المسرات والخيرات والإحسان والمكرمات، طرد عنهم الحزن والهم والأذى، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. هدوءها يا عباد الله يغمره السلام والإطمئنان والود والأمان في جنات عدن. يجتمع شملهم مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هل ترى نعيما يا عبد الله فوق هذا النعيم؟ نعم، لقد بقي بعد هذا الفضل والحسن زيادة، وهذه الزيادة في يوم المزيد. فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن ربكم يستزيركم، فحي على الزيارة. فينهضون للزيارة مبادرين، فإذا الإبل النجائب قد أعدت لهم، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح نصب لهم منابر من نور ولؤلؤ وزبرجد، وجلسوا على كثبان المسك، فيكون قربهم من الله بحسب درجاتهم، هم درجات عند الله. والسابقون إلى الصلاة هم الأولى، السابقون إلى الصلاة هم الأولى، فازوا بذاك السبق بالإحسان. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، سلام عليكم قول من رب رحيم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى، يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني؟ أبشر
أبشروا يا عباد الله، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا عنك فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي، إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي. فسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب، ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره. فلولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى أحد إلا يحاضره ربه تعالى محاضرة، حتى إنه ليقول: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره بغدراته في الدنيا، فيقول: يا رب، ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة العيون بالنظر إلى وجه الرب الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيها المؤمنون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن، ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن، هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. المهر قبل الموت ذو إمكان، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. إن الجنة درجات متفاضلة بحسب الإيمان والتقوى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وهذه عباد الله قصة آخر من يدخل الجنة، يذكرها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ لعلي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم تربع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها.
فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب ادخلنيها. فيقول يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذا الخبر، فقال له أصحابه مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. ويذكره الله سل كذا سل كذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله هي لك وعشرة أمثالها. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجاته من الحور العين فتقول الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيك. أيها المسلم، يا من كف وصبر عن المحرمات في الدنيا طاعة لربه عز وجل، استبشر بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويا من حفظ عقله عن المسكرات والمخدرات، استمع إلى وعد الحق سبحانه يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأديم. ويا من حفظ فرجه وغض بصره عن المحرمات في الأسواق أو التلفاز أو المجلات أو الدشوش، أبشر وعمل فالحور العين هناك ينتظر. حور خيرات حسان الوجوه، جمعنا جمال الباطن مع جمال الظاهر، قاصرات الطرف عن غير أزواجهن في الخيام، مقصورات لأزواجهن، أنشأهن الله إنشاء وجعلهن عربا، متحببات لأزواجهن كواعب أترابا، لا يفنى شبابهن ولا يبلى جمالهن أبكارا، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء، مطهرات من الحيض والأذى كأنهن الياقوت والمرجان، صفاؤهن صفاء الدر في الأصداف كأنهن اللؤلؤ المكنون. وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم. لو اطلعت إحداهن على أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ما بينهما عطرا، ولخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا، فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا، فهذا زمان المهر فهو المقدم. يا من كف عن استماع الغناء، استمع إلى هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمع أحد قط غناؤهن. نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعين، نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن، نحن الخيرات الحسان. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أوما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان؟ نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغناء عن هذه الألحان. لا تعثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. حب الكتاب
وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. يا من حفظ نفسه وأهله عن المنكرات بالأسواق، إن في الجنة سوق يأتيه أهل الجنة كل جمعة، فيه كثبان المسك فتهب ريح الشمال، فتحتو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يا عبد الله، إن طلاب الجنة متميزون من بين الناس، يصلون بالليل والناس نيام، يصومون بالنهار والناس مفطرون، يتصدقون إذا الناس يبخلون، يجاهدون إذا الناس يجبنون، إنهم عباد الله حفظوا وصية الله ورعوا عهد الله، بربهم يؤمنون ولا يشركون، وهم من خشيته مشفقون، استجابوا لربهم فأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يؤتون ما آتوا من العبادات والصالحات، وقلوبهم وجلة خائفة من الله العظيم، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، في صلاتهم خاشعون، وعن اللغو معرضون، وللزكاة فاعلون، ولفروجهم حافظون، ولأماناتهم وعهدهم راعون. طالما تحملوا في رضا الله الجوع والسهر، واستعدوا من الزاد بما يصلح لطول السفر، عبراتهم تجري من خشية الله، وفي خلواتهم معتبر، كثر استغفارهم فحطت خطاياهم، سبحان من اختارهم واصطفاهم، إنهم عباد الله المخلصين، فيهم الإمام العادل، والشاب المتعفف، والشهيد المحتسب، والغني الباذل، والتقي الصابر، ذو الطمرين المدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فيهم المتحابون بجلال الله لا لمصلحة ولا لنسب، فيهم صاحب القرآن وتارك المراء ولو كان محقا، وتارك الكذب ولو كان مازحا، وحسن الخلق الذي يكظم الغيظ ويعفو عن الناس، والله يحب المحسنين، فيهم المسلمات، اسمعي يا أمة الله، فيهم المسلمات المؤمنات الصالحات، القانتات التائبات العابدات الحافظات للغيب بما حفظ الله، فيهم الذي أطعم الطعام وأفشى السلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام، فيهم الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ذو عين بكت من خشية الله، وذو عين باتت تحرس في سبيل الله، فيهم الداعي إلى الله بالتي هي أحسن، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والذي يحب الخير للناس ويحببهم له، هؤلاء هم أهل الجنة، أهل الإيمان والعمل الصالح، أهل اليقين والصبر، أهل البر والتقوى. أفمن يطلب الملك الكبير في دار النعيم المقيم، أيستكبر يا عباد الله في سبيل الله ذلك العمل أو ذلك البذل، أو يقدم وقتا لله تعالى؟ كلا، بل لو كان له ألف ألف نفس وألف ألف عمر، كل عمر مثل الدنيا كلها، بذل ذلك كله في هذا المطلوب العزيز، لكان ذلك قليلا، كيف والدنيا بأسرها قليلة، ونصيب أحدنا من هذا القليل قليل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. ألا هل من مشمر؟ ألا هل من مشمر؟ قولوا كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نحن المشمرون إن شاء الله. قال الداعي إلى رضوان ربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذه الجنة وهذا سبيلها، فهل رأيتم أشد غبنا ممن يبيع الجنان العالية
بحياة أشبه بأضغاث أحلام، يبيع الفردوس الأعلى بدنيا حقيرة، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت أياما أحزنت دهورا. أي سفه وأشد ممن يبيع مساكن طيبة في جنات عدن بأعطان ضيقة وخراب محتم. فيا حسرة هذا المتخلف حين يعاين كرامة الله لأوليائه وما أخفى لهم من قرة أعين، فلسوف يعلم أي بضاعة أضاع. فسر في الطريق المستقيم إلى العلا، إلى الصدق والإخلاص والبر والتقى. وإياك والدنيا الغرورة، إنها متاع قليل ما له أبدا بقى. وتلهيك عن جنات خلد نعيمها يدوم ويصفو حبذا ذاك ملتقى. وفيها رضا الرب الكريم وقربه ورؤيته، أكرم بذلك مرتقى. عباد الله، للأسف قد اشتغلت نفوسنا بالعرض الزائل، وسارعنا وسابقنا إلى الدنيا وكأننا فيها مخلدون، وما كأننا نعلم أن هناك جنة أعدها الله للمؤمنين العاملين. صار العمل قليلا والبذل ضعيفا، انشغلنا بالزخارف والكماليات وباللهو واللعب وبالقيل والقال، فنسينا نعيم الجنة وما نافسنا في طلبها. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا وشمروا وأملوا وأحسنوا وأبشروا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. عباد الله، فإنا قد تكلمنا بشيء عن نعيم الجنة وما أعده الله لعباده الأبرار، فلذلك تاقت نفوس أهل الإيمان لهذه الأوصاف، فكانت هذه الكلمات تحكي لكم حياة جيل الله ككل جيل، وأبطال الله ككل الأبطال، ورجال الله كل الرجال، ورجال جاءتهم دعوة الحق فآمنوا بها وصدقتها قلوبهم فاستيقنتها نفوسهم. فما كان قولهم يوم أن دعا الله ورسوله إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا. قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وضعوا أيديهم في أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهان عليهم بعد ذلك أبناؤهم ونفوسهم وأموالهم وعشيرتهم، إذ علموا أن طريق الجنة صعب محفوف بالمكاره لكن آخره السعادة الدائمة، فسلكوه. وعلموا أن طريق النار سهل محفوف بالشهوات لكن آخره الشقاوة الدائمة، فاجتنبوه. رجال، وأي رجال، يمشون على الأرض وأرواحهم مبشرة بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين. يأتي أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هلعا فزعا جزعا ترتعد فرائصه، فيقال ما بك؟ فيقول أخشى أن أكون هلكت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ولما؟ قال لقد نهانا الله عن أن نمن بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء، وأجدني أحب الزهو. فما زال صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعه حتى قال يا ثابت بن قيس، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فتبرق أسارير وجهه ويقول بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. فيقول الرسول إن لك ذلك فلا تسل عن حالك. وهذا بلال رضي الله عنه الذي أسلم واجتمعت عليه الجبابرة وأذاقوه أليم العذاب ليترك لا إله إلا الله، فأبى. سجنوه، ضربوه، قيدوه بالحبال، جروه من قدميه يأكل الحصى من لحمه وعظمه، فألقوه في الصحراء في حر الظهيرة والشمس ملتهبة ليعود إلى الكفر، فأبى وقالها كلمة خالدة أبدية: أحد أحد. لطموه على وجهه فارتفع صوته متأثرا ثائرا مجروحا: أحد أحد. إنها إرادة ينثني لها الحديد، إنها المعجزة الكبرى التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيف حول هؤلاء الأعراب الموالي من أناس فقراء مستضعفين إلى كتائب تزلزل الدنيا بلا إله إلا الله؟ سلوا بلالاً وعماراً ووالده عن السلاسل والرمضاء والألم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه منه، وسرى هذا الحب في قلب بلال فعوضه عن كل شيء. وفي ذات يوم قال صلى الله عليه وسلم لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفاً عليك بين يدي في الجنة. أي جائزة يا عباد الله أعظم من أن يعرف الإنسان أنه من أهل الجنة وهو لا زال يمشي في هذه الدنيا؟ فيجيب بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست لاهية، متى كان اهتماماتها هوايات؟ متى كان ليلها ضياع ونهارها تفلت على منهج الله؟ متى كنا نجعل الفن هواية والكرة مهمة والرسم إبداع؟ متى كانت سقطت الناس نجوما ونجومها مطاردين مبعدين؟ يوما طمست معالم إياك نعبد وإياك نستعين. أيها المؤمنون، يا عصبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بعثكم ربكم شعاعا من الفجر على رغم من طغى وتمرج، فاسمعوا قصة الوفاء ببدر صاغها من يريد إياك نعبد. جنة الله يقرع بابها محمد صلى الله عليه وسلم: أحمد يا معالي، يا فجر، يا تاريخ، يا كل مسلم، يا كل مسلم موحد، يا بطولاتنا، إذا الكفر ألقى بكلابيبه وأرغى وأزبد. اقرأوا سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كان أجدادنا رجال يحبون الجنة فدخلوا الجنة، فلما أتى خلف من بعدهم تنكروا للجنة، فلما أحبوا طريقها قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فما باعوا أموالهم وأنفسهم لله وما شروا منه السلعة. خلق الله الجنة، اسمعوا يا عباد الله، إن الله خلق الجنة فقال: قد أفلح المؤمنون، فخلق لها خلقا. قال: أريد أن تدخلوا الجنة. قالوا: ما الثمن؟ قال: أرواحكم. قالوا: أين ميدان البيع والشراء؟ قال: المعركة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فعلق على ذلك ابن القيم فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا وجب البيع. وأنزل الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وأنزل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فالمبادئ لا تقوم إلا على رجال، والمبادئ لا تزرع إلا بالدماء. ولذلك كان معلمنا صلى الله عليه وسلم شجاعا بما تعنيه كلمة الشجاعة من معنى. وجاء أصحابه شجعانا: أبو بكر صديق، وعمر قتيل، وعثمان ذبيح، وعلي ضرج بدمائه. قتل من أصحابه 80%. يقول قبل معركة أحد بيوم واحد على المنبر: والذي نفسي بيده، ما من قتيل يقتل في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئة يوم قتل في الدنيا، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي حديث آخر: إن الله يقول للشهداء يوم القيامة: من قتلكم؟ قالوا: أعداؤك. قال: فيما قتلتم؟ قالوا: فيك. قال: غفرت لكم، وأنا أريد أن أطوف معكم في يوم أحد لنرى كيف كان أجدادنا وكيف أصبحنا وماذا قدمنا للإسلام. أين شهداؤنا؟ أين بطولاتنا؟ أين أثرنا في نشر هذا الدين؟ أين الدماء؟ أين الأموال؟ أين السهر؟ أين التضحية؟
لا شيء. وقف صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ معركة أحد بيوم، فاستشار الناس وأعلن القتال على أبي سفيان والمشركين، فاستشار أصحابه ثم قال: ما ترون أيها الناس، أنقاتلهم في الطرقات أم نخرج إليهم في جبل أحد؟ فأما كبار الناس فقالوا: يا رسول الله، بل نبقى مكاننا في طرقاتنا وفي بيوتنا. فإذا دخلوا عليهم قاتلناهم، فوافقهم صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى الكلام خرج مجموعة من الشباب من أصحابه وشبابه 80 شابا، فلبسوا السيوف وأخذوا الخوذات على الرؤوس، فأتوا ينشدون خارج المسجد بصوت مرتفع: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ثم التفت شاب في العشرين من عمره فقال: يا رسول الله، اخرج بنا إلى أحد، لا تحرمنا دخول الجنة، والله لا أدخلن الجنة. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لهذا القول الحار والنشيد الغالي، فتهتز كل شعرة من شعرات جسمه، وتفور كل قطرة من دمائه، ويعلن أن الجنة قد فتحت أبوابها، وأن الله قد تجلى لعباده. فيقول لهذا الشاب: بما تدخل الجنة؟ أين شبابنا في العشرين أصحاب جمع الطوابع وهوايات المراسلة وتشجيع النوادي والسفر إلى الخارج وتربية الحمام والصيد بالصقور في الصحراء وأصحاب الشواطئ؟ قال: بما تدخل الجنة؟ قال: باثنتين، أني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: إن تصدق الله يصدق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للمعركة، وقبل المعركة بساعة سل سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال الناس: نحن جميعا يا رسول الله. قال: من يأخذه بحقه؟ قال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن تضرب به الكفار حتى ينحني. هل سمعتم بسيف ينحني من الضر؟ نعم، بكف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخذ يرتجز: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. فضرب به حتى انحنى ورده منحنيا للرسول صلى الله عليه وسلم، وظهرت البطولات وفتحت أبواب الجنة وشاركت الملائكة، واندفعت أبواب السماء بكتائب يقودها جبريل، ونزل على جبل أحد، وأصبحت القيادة المشتركة بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. بل قال أهل العلم: القائد الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ أصحابه يقدمون تضحيات ما سمع التاريخ بمثلها، لا والله، لا في التاريخ النصراني ولا اليهودي ولا الشيوعي، ولا قبل التاريخ ولا بعد التاريخ، ولا في الجاهلية ولا في الإسلام، ما سمعنا أن رجلا قدم شجاعة كشجاعتهم ذاك اليوم، لأنها إما حياة أو موت، إما أن يزال الدين من على وجه الأرض أو ينتصر. وسوف أعرض لكم نماذجا من شباب الله الذين يدخلون الجنة عرضها السماوات والأرض. دخل عبد الله بن جحش قبل المعركة لما رأى السيوف تطيح بالرؤوس والرماح تلعب بالأكتاف، فقال: يا رب، أسألك هذا اليوم أن تلاقي بيني وبين عدو لك شديد حرده، قوي بأسه، كافر بك فيقتلني، ثم يبخر بطني ويجدع أنفي ويفقع عيني ويقطع أذني، فألقاك يا رب بهذه الصورة، فإذا سألتني يوم القيامة لما فعلت هذا فأقول فيك يا رب: وقاتلت معنا الأملاك في أحد
تحت العجاجة من حادوا ومن كشفوا، سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشبوا، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف، على الصراط وفي أرواحنا طرف، واندفع مصعب ابن عمير وحمل الراية واستبسل استبسالا ما سمع الدهر بمثله، فضرب 80 ضربة واستشهد بجانب العلم، ثم اندفع قتادة ابن النعمان وواصل المسيرة، فضربه كافر فأسقط عينه اليمنى حتى أصبحت معلقة على خده بعرق واحد، فأتى إلى القائد العظيم في الصف الأول وقال: يا رسول الله، عيني، أما تنظر عيني؟ قال: ادن مني، فردها بيده وقال: بسم الله، فعادت أجمل من الأخرى، ومن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فصارت على حسن بأحسن حالها، فيا حسن من عين ويا حسن من رد. وتقدم سعد بن الربيع وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل المشركون، وأبرأ إليك مما صنع من انهزم من المسلمين، فقاتل وقتل فاندفع دمه يجري على الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم: أين سعد بن الربيع؟ قالوا: لا ندري يا رسول الله. قال: أين زيد بن ثابت؟ اذهب فالتمس سعد بن الربيع. قال زيد: فأتيت فإذا هو في حفرة ودمه قد غطاه في الحفرة، وأصبح في الرمق الأخير مودعا الدنيا مستقبلا الآخرة، وهو يطل على حياة جديدة وعلى قصور وعلى أنهار وعلى أزهار وعلى مكالمة الله. قال زيد: كيف تجدك يا سعد؟ قال: يا زيد، أبلغ رسول الله السلام وقل له: جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، نشهد أننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم تبسم ومات. ثم تقدم أنس بن النضر ففتك بالأعداء فتكا عجيبا، فلما ضرب سال دمه وقال: إليك عني يا سعد، والذي نفسي بيده، إني أجد ريح الجنة من دون أحد. وثار الصوت بالمدينة وارتفع صياح النساء، وأصبحت الغارة تشن من قرب عاصمته، والملائكة بين السماء والأرض، والحرب مشتبكة بين الكفر والإيمان، إما سعادة ونصر وإما سحق وعبادة. فثار حنظلة شاب من المدينة لما سمع الصوت وهو جنب، فأخذ سيفه بلا غم فقاتل فقتل في سبيل الله، فرفعته الملائكة في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم تنهمر دموعه وهو يقول: والذي نفسي بيده، إني أرى حنظلة تغسله الملائكة بين السماء والأرض في صحاف الذهب من مياه المزن. قالوا: ولم تغسله الملائكة؟ قال: أهله مات جنبا. وتقدم حمزة رضي الله عنه وقتل 7 من القادة، ثم أثخن بالجراح ورمي بحربة فلقي الله، ثم وقف على حمزة والشهداء وقال لحمزة وقد رآه مقطعا أمامه: والذي نفسي بيده، لم أقف موقفا أغيظ من هذا الموقف، والذي نفسي بيده، لئن ظفرت منهم لأمثلن منهم 70. ثم أتى عبد الله بن عمرو الأنصاري فقاتل فقتل، وقطع إربا إربا، وبكى ابنه فقال لابنه: ابكي أو لا تبكي، والذي نفسي بيده، ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعت، والذي نفسي بيده، إن الله كلم أباك بلا ترجمان. قال الله: تمنى يا عبدي. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك؟ قال: إني قد كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمن. قال: أن ترضى عني، فإني قد رضيت عنك. قال الله: قد أحللت عليك رضواني، لا أسخط عليك أبدا. وارتفعت أرواح الشهداء، وقتل 70، وسال دمه صلى الله عليه وسلم على جبينه، ودخل المغفر في رأسه، وانكسرت رباعيته، وأثخن بالجراح حتى سقط على الأرض. وأتى أبو سعيد قال: يا رسول الله، أسألك أن تأذن لي أن أمص دمك، وهو الدم الذي يسيل منه، لينظف الجراح. فتقدم ومص الدم وقال: رسول الله، من يسره أن يرى رجلا من أهل الجنة
فلينظر لهذا. ولما انتهت المعركة وقف صلى الله عليه وسلم ودمه يغلي على حمزة وإخوانه الشهداء متأثرا مجروحا، ولكنه يعلم أن مبدأه سوف ينتصر وسوف يبقى والعاقبة للمتقين، فقال: صفوا ورائي لأثني على ربي. سبحان الله، تثني على ربك وأنت مصاب؟ نعم، تثني على ربك وقد قتل أصحابك؟ نعم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذه بطولات أهل الجنة، وهم سلفكم الصالح، وهم والله الذين نصروا هذا الدين ورفعوه في معالم الدنيا ونشروه في بقاع الأرض، ولم يقدموا عليه مالا ولا أهلا ولا ولدا. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أولئك هم السلف الذين رفعوا لا إله إلا الله خفاقة على جبال وسهول وبحار الدنيا. وأما الذين جاءوا من بعدهم فهم قد شهدوا الهزيمة للنصر، والفشل للنجاح، والذل للعز. لماذا؟ لأنهم رضوا بالحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة، رضوا بالزرع وبالتجارة وبالوظيفة وبالزوجة وبالولد، وتركوا جنات عرضها السماوات والأرض. فأصبحت الشهوات مقدمة على إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، تحت كل سماء، فوق كل أرض. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، وبالشيوعيين ومن شايعهم، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك تم من هذا العمل وما قرب إليها في استوديو القادسية. تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر. الدمام، هاتف رقم 832-11-10، بالتعاون مع مؤسسة صدى النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.